هلو لي في جيسبر كو فوز علي بيان. اليوم غادي نكملوا على لا فيديو اللي فاتت ديال اللي كنت قلت لكم بلي غادي نهضر لكم على لي بروتيين، ولكن باش نهضر لكم على لي بروتيين هضرت لكم على مرحله التضخيم والتنشيف. دونك دابا ندوزو بروتيين. اول سؤال اللي هو اشنا هو هاد البروتيين؟ ملي كنقول بروتيين كندوي اون جينيرال بروتيين اللي كيكون في الاغذيه اللي كناكلوها، مثلا اللحوم، الدجاج، البيض، الالبان يعني حليب، فرماج، ياغورت، كل هذا الشيء عباره عن بروتين. شنو هو هذا البروتين او لا ليش كيصلح؟ هاد البروتين كيصلح لبناء الخلايا ديال الجسم والانسجه العضليه ولنمو الشعر، نمو الاظافر. ملي كنقول الخلايا يعني كنقول كيتجدد البشره، يعني انه واحد الماده اللي هي اساسيه بالنسبه للانسان في النمو. ملي كنقولوا انها مهمه لبناء الانسجه العضليه فهي مهمه للناس اللي كيديروا الغونفورسمون موسكولير في مرحله الاستشفاء العضلي، يعني من بعد التمرين ملي كياكلوا وسورتو ملي كينعسوا، هنا فين كتسمر مرحله الاستشفاء العضلي، يعني كيتبناو العضلات ديالنا. دونك نزيدو نشرحوا اكثر علاقه البروتين بالرياضيين. اولا بالنسبه للناس العاديين كل كيلوغرام من وزن الناس انسان كيحتاج من واحد حتى لجوج غرام من البروتين. ركزوا مزيان، كل كيلوغرام من وزن ديال الانسان كيحتاج الغرام حتى لجوج تلي غرام ديال البروتين. يعني باغ اكزومبل انا الا في 60 كيلو، كل كيلو مني غيحتاج الغرام حتى لجوج تلي غرام ديال البروتين. ملي كنقول غرام حتى لجوج تلي غرام، يعني غرام بالنسبه للناس اللي ما كيديروش سبور، ما كيديروش واحد المجهود البدني، غرام ونص بالنسبه للناس اللي كيديروا سبور ولكن ماشي شي حاجه كثيره بزاف، جوج تلي غرام بالنسبه للناس اللي كيديروا غونفورسمون موسكولير، يعني كيخدموا لي موسكل بزاف. يعني كيف قلت انا عندي 60 كيلوغرام، دونك غادي نضربها في جوج باش نعرف شحال غادي خصني، حيت انا كندير رونفورسمون موسكولير وكن يعني كندير واحد المجهود بدني كبير، يعني غنحتاج 2 كيلوغرام. دونك 60 في جوج اللي هي 120 غرام. دونك احتياجي اليومي من البروتين هو 120 غرام. دابا كل غذاء اللي هو فيه لي بروتين ماشي معناه انه كله 100% بروتين. فغادي نعطيو اكزومبل ديال مثلا اللحم او لا نعطيو لاداند مثلا، الا خدينا 100 غرام ديال لاداند يلا غادي نلقاو فيها 30 غرام ديال لي بروتيين. دونك انا شحال غادي نحتاج من غرام ديال الدجاج باش يلا نلقى هذيك 120 غرام ديال البروتيين اللي انا محتاجها؟ يعني خاصني ناكل لي بروتيين بزاف، يعني ناكل اللحم بزاف، ناكل اولا وبيان سور خاص يكون تغيير، يعني الا كلت اليوم اللحم غدا ناكل الدجاج، غدا بعدو ناكل لاداند، بعدو ناكل الحوت، البيض حتى هو. دونك خاص يكون تغيير. ثاني شيء هو انه يعني باش نوفي هذاك باش نلقى هذاك الاحتياج ديالي، يعني خاصني ناكل بزاف ديال لي بروتيين، سو كي بعدا بوغ مون كا امبوسيبل، يعني ما يمكنش ليا ناكل هذاك الاحتياج اليومي ديالي بهذاك القدر. يعني ما انا ما نقدرش ناكل، راه ناكل بزاف ولكن راه ما نقدرش، راه بيان سو حيت ما عندناكوش غير لي بروتيين، راه خصني ناكل الكربوهيدرات، خصني ناكل الدهون، خصني ناكل الخضر، خصني ناكل الفواكه، خصني ناكل مثلا التمر وفواكه الجافه، يعني خصني ناكل بزاف د الحوايج، يعني ما يمكنش ليا ناكل هذاك البروتيين كامل باش انا ناخذ هذاك الاحتياج ديالي، بزاف عليا، ما نوصل عمرني ما غادي نوصل للاحتياج ديالي، حيت صافي راه كناكلو حتى نشبعو ما نقدروش نزيدو كثر. ايوا هنا علاش اختاروا بروتيين بودغ، حيت البروتيين بودغ كيكون مركز، يعني كيكون فيه البروتين
وما كت يعني بريسك ما كتحسش به. هو راه فيه سعرات حراريه ديال البروتين هذا، ولكن بما انه مركز بزاف يعني ما داخلينش فيه مواد اخرين، هادشي بيان سور على حسب اي نوع ديال البروتين. يعني غير كتشدو بودر كتخلطو مع الماء ولا عصير ولا حليب وكتشربو، ها انت خديتي الاحتياج ديالك بلا ما تضطر انك تاكل بزاف. وزعما ما يمكنش الواحد غادي يبقى ياكل حتى تعمر ليه كرشو، خاصو يتريني. ويعني عمليه الهضم غادي تدوز صعيبه لان كاينين بزاف المواد من غير البروتين، يعني ما يمكنش. هادشي علاش تختار هاد البروتين. دونك هاد البروتين ما فيه حتى شي ماده ضاره، هو فقط عباره على بروتين اللي كيكون هو سورتو اللي كيكون في الالبان، يعني بروتين ديال الحليب هو اللي كيصايبو منه البودره ديال البروتين. ما فيه حتى شي حاجه كضر، عادي بحال الا كلتي بروتين، عادي بحال الا شربتي حليب، بحال الا اختي بروتين بودر، ما فيه حتى شي حاجه اللي هي خايبه. دونك قلنا انه كيستخرجوه من بروتين الحليب، دونك كيكون مركز وكيكون بزاف النكهات، مثلا الفاني، الشوكولا والفريز. المذاق ديالو مزيان زوين، ما ماشي خايب. سواء كيتخلط بالحليب او لا بالماء او لا بعصير، ممكن ديرو في بزاف الحوايج، ممكن طيب به مثلا لي بانكيك، عطى الله ما يدار به، تندوزو لهذا الشيء من بعد. المهم هو نعرفوا لاش كيليق و جوستومون تعرفوا انه راه ماشي خايب، ماشي ما كيضرش الصحه، ما عنده حتى شي اضرار، عادي بحال الا كلتي اكل طبيعي، غير هو مكمل كيكمل. دونك جوستومون ماشي زعما ناكلو غير بوحدو، ما يمكنش، خاص ضروري ناكلو الماكله العاديه، لان الاكل ديالنا العادي فيه بزاف العناصر اخرى كيف شرحت. مثلا الحمر ما تلقاش فيه غير بروتين، غتلقى فيه حوايج اخرى اللي هي مزيان للجسم ديالنا. دونك خاص ضروري ناكلو بدل الاكل ديالنا الطبيعي العادي، وهما كنكملوا بهم، هما اصلا سميتهم مكملات غذائيه، دونك كنكملوا بهم الاحتياج ديالنا اليومي. باش نعرفوا البروتين لاش كيليق، خاصنا نعرفوا بعدا انه كاينين جوج الانواع. كاين نوع كيتخاد في مرحله ديال الضخامه، وهذا الشيء اللي درت الفيديو قبل باش نشرح لكم هذا، وكاين نوع كيتخاد في التنشيف. الفرق بيناتهم هو ان ديال الضخامه كيكون فيه البروتين وكيكون داخل معاه الكربوهيدرات، وداخل معاه السكريات، ويعني السعرات الحراريه ديالو كتكون كثيره، الشيء اللي كيخلينا يعني نتزادوا في الوزن. بالنسبه لي بروتين اللي كياخذوهم في التنشيف، فهما الواي بروتين، يعني فيه لي بروتين وفيه نسبه قليله من الكربوهيدرات. هو كاين فيه انواع، كاين اللي فيه نسبه قليله حتى اللي ما فيهش كاع، يعني كيكون مركز غير بروتين وما كيتكونش فيه حتى شي نسبه ديال الدهون. هذاك الشيء علاش انا كنقول لكم اللي تبغيو تشريو كتمشيو عند اللي كيبيع لي بروتين وتسولو، لان الا قلنا لي بروتين ديال الضخامه بروميرمون ما كاينش غير واحد، كاينين بزاف الانواع. ثانيا هاد الانواع يعني على حسب شحال فيهم ديال السعرات الحراريه، شحال فيهم ديال الكربوهيدرات. يعني دونك بروتين ديال التضخيم او التنشيف فهو كيختلفوا بعض الشيء، ف لا بالنسبه للتضخيم ولا التنشيف كيختلفوا في نسبه البروتين اللي فيهم ونسبه الكربوهيدرات والفات، يعني الدهون اللي فيهم. دونك بحال باغ اكزومبل الناس اللي كيبغيو التنشيف واللي كيبغيو الواي، ما يمكنش ليا ننصح الكل بواحد النوع ديال الواي بروتين، حيت كاين اللي فيه واحد شويه من نسبه الفات والكاربس، وكاين اللي معزول تماما يعني فيه غير البروتين. يعني الناس اللي متبعين واحد البروغرام سواء كانوا في باغيين يديروا التنشيف او لا التضخيم، فما يمشيو عند اللي كيبيع البروتين ويقول لي شنو هما في اي مرحله بالضبط وشنو الهدف ديالهم بالضبط، باش يعطيهم اي نوع بالضبط اللي يمكن ليهم ياخذوه واللي غادي يناسبه. بالنسبه للوقت امتى ناخذوه او لا شحال ناخذوه،
بالنسبه شحال ناخذوا، فانا قلت لكم انه على حسب شحال ديال السعرات الحراريه كتحتاجوا، ولكن اون جينيرال كناخذوا 3 فوا بار جور. الناس اللي فريمون كيترينيو انطونس كياخذوه 3 المرات في النهار، كياخذوه فاش يلاه كيفيقوا، ومن بعد التمرين مباشره، وفي الليل ملي كيبغيو ينعسوا كناخذوه ملي يلاه كنفيقوا، حيت كيكون الجسم ديالنا ما خاد والو واحد المده طويله، يعني الوقت اللي حنا ناعسين يعني على الاقل غادي تكون ما بين 8 نورمالمون اللي كيتريني خاص 8 سوايع، دونك واحد المده طويله اللي ما كلنا فيها والو، دونك العضلات ديالنا ما خاد والو. دونك اول حاجه نديروها ملي نفيقوا هو اننا كناخذوا البروتين، فسواء في مرحله التضخيم ولا التنشيف اول حاجه كناخذوها هي البروتين. معايا اش ناخذوه؟ ممكن تاخذوا غير هو والماء، ممكن تاخذوا بالحليب او لا في عصير، هو جينيرالمون الناس اللي كينشفوا كياخذوا اكثريه بالماء باش ما يكونوا السعرات الحراريه زايدين. وبالنسبه للناس اللي كيديروا التضخيم كياخذوه بالحليب او لا بعصير، او لكن اللي كيطيبوا مع كيصايبوا لي بانكيك ويطيبوا به، يعني كياخذوا المقدار اللي ياخذوه هو راه كيكون فيه سكوب، سكوب معروف غيكون مكتوب زعما في لابواط شحال فيه، هو اللي كتاخذوه. بالنسبه لمورا التمرين ليش؟ لان كنكونوا يلاه خدمنا العضلات ديالنا، وكيكون العضلات ديالنا يعني تمزق عضلي واللي خصو بروتين سو بلاص، دونك اون فوا كنساليو كناخذو البروتين ديالنا غير بالماء، ما كناخذوش بعصير ولا بشي حاجه اخرى، غير بالماء. علاش؟ باش يتهضم لينا دغيا. كيجي ديال الليل عاوتاني كناخذوه حتى هو سوا بوحدو سوا مع الحليب، ماشي مشكل. ديال الصباح والليل كيكونوا بحال بحال، يعني بالنسبه للناس اللي كيضخموا دو بريفيرونس ياخذوه مع الحليب، وبالنسبه للناس اللي كينشفوا كياخذوه بوحدو. كيسولوني عاوتاني على شحال ديال هذاك السكوب، شحال نخلط معاه ديال الحليب اولا ديال الماء. حتى هو في لابواط كيكون مكتوب شحال ديال الماء بالضبط نديروه، ولكن هذا الشيء ما كيغيرش من المضمون اولا المفعول ديال البروتين. حاجه الوحيده علاش كيكتبوا لكم شحال ديال الماء تاخذوا معاه هي على حسب لوغو، يعني كميه الماء المناسبه لهذاك السكوب باش يكون ما هو باسل يعني الماء كثير، ما هو يجي يعني ثقيل يعني يكون فيه الماء كثير، يعني كيعطيكم كميه الماء المناسبه باش يجي لوغو هو هذاك. دونك سوا خلطوا مع الحليب او لا مع الماء، سورتو مع الماء اللي كيبان الفرق، اما مع الحليب ماشي مشكل، او لا مع عصير ما كيبانش فرق، مع الماء اللي كيبان الفرق. الا زدتو بزاف الماء كيجي شويه باسل، الا درتو الماء قليل كيجي كونسونطري. دونك كيقول لكم شحال بالضبط، اما المفعول ما كيغيرش من المفعول ديالو، كميه الماء اللي غنزيدو ولا الحليب ولا معاش خلطناه ما كتغير حتى شي حاجه في المفعول ديال البروتين علينا. الحاجه الوحيده اللي كتغير كيف قلت لكم مع الحليب وهذا هي الهضم، امتى غادي تهضم الا تخاد غير مع الماء كيمشي دغيا، اولا بالنسبه اللي باغيين يغلط. دونك الا خدنا الحليب راه يتزادوا لي كالوري، ماشي بحال الا خدينا غير الماء، هذا هو الفرق الوحيد اللي كاين. بالنسبه باقي حاجه واحده اللي هي الثمن، بالنسبه للثمن فهو بيان سور كيتختلف كل ماركه والثمن ديالها، غير هو كيبقى الواي ديما غلا من الماس. لي بروتين ديال التنشف كيكونوا غاليين على هذا، على ديال الضخامه. علاش؟ لان ديال التنشف كتكون فيهم نسبه البروتين كثيره وكيكونوا كونسونطري، يعني الخدمه فيهم كثيره مقارنه مع ديال الضخامه، دونك كيكونوا غلا من ديال الضخامه، ولكن كيبقى كل واحد والبري ديالو. حتى الواي فيه انواع كيف قلت لكم، من اللي كونسونطري شويه حتى اللي كونسونطري بزاف، يعني كيتختلف الثمن، وحتى ديال الضخامه حتى هما كيتختلف الثمن ديالهم. ونعاود ناكد على مساله انه البروتين ديال الدراري وبنات ما كاينش هذا الشيء، حيت كنشوف دي بروتين اللي كيكونوا مكتوب فيهم باللي راه بوغ فام ولا الدراري، هذا الشيء ما كاينش. بروتين واحد الماده غذائيه عاديه كيف البنات كيف الدراري، ما كاينش فرق. هذاك اللي كيقول لك البنات ولا الدراري فهو ما عندوش درايه، اما بالنسبه للشركات اللي كينتجوا دي بروتين دابا ولاو كيديروا دي بروتين ديال البنات، فهذه مساله ماركتينغ سي تو، ما كاينش زعما اللي خاص بالبنات او لا الدراري. دونك في امكانكم تاخذوا اي حاجه. دونك جيسبر نكون
فدتكم وعرفتوا شنو تاخذوا بالضبط شنو ما تاخذوش. غير هو كيبقى حتى ملي تمشيو تشريو كتزيدوا تسولوا على حسب شنو لوبجيكتيف ديالكم بالضبط باش تعرفوا اين مارك تاخذوا. حيت انا ما عندوش دابا على لي مارك لانه كاينين كثار و هذا كيبقى على حسب شنو الهدف ديالكم. دونك ملي تبغيتوا تمشيو تشريو كتسولوا شنو الهدف ديالكم وباش تعرفوا شنو تاخذوا بالضبط وتعرفوا لي بري وشنو اللي يناسبكم وشنو اللي لا. دونك جيسبر نكون فدتكم بما فيه الكفايه بما يخص موضوع البروتين باش تعرفوا واش يليق لكم اولا لا. جيسبر تكونوا استفدتوا من لا فيديو ديال اليوم وتكونوا عرفتوا شنو اللي تاخذوا شنو ما تاخذوش تكونوا كونتوا واحد الفكره. وبيان سور ديما تمشيو ملي تبغيو تشريو تاكدوا من هذا اللي عيبيع يعني تقولوا لي شنو الحاله ديالكم بالضبط باش يعطيكم البروتين المناسب لكم. ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو باش كلشي يستافد. خليو لي دي جيم ابونيفو ا ماشين باش يوصلكم كل جديد ديالي. خليو لي تساؤلاتكم في دي كومونتير سواء في هذا السوجي سواء في دوطخ سوجي باش نجاوب عليهم الا قدرت سور بلاص سينو في دوطخ فيديو. بيزو وتهلاو ليا في رياسكم اي على بروشين فيديو ان شاء الله.